لما حضر أدم الوفاة قال يا رب سيشمت بي عدوي إذا رآني ميتا وهو منظر إلى الوقت المعلوم فقيل له يا أدم أنك ترى الجنة ويؤخر الملعون إلى النظرة ليذوق بعدد الأولين والآخرين الآخرين ألم الموت ثم قال أدم لملك الموت صف لي كيف تذيقه الموت فلما وصفه قال أدم ربي حسبي حسبي فبينما الناس في هذا الهول إذا هم بهذه بين السماء والأرض غليظة كصوت الرعد القاصف فلا يبقى على ظهرها أحد إلا مات ولا يبقى آدمي ولا جني ولا شيطان ولا وحش ولا دابة فهذه النظرة المعلومة التي كانت بين الله وبين إبليس ثم يقول الله لملك الموت ، وإني خلقت لك بعدد الأولين والآخرين أعوانا وجعلت فيك قوة أهل السماوات وأهل الأرض وان البسك اليوم ثواب الغضب والسخط كلها فأنزل بسخطي وغضب لا ملعون إبليس فأذق الموت واحمل عليه من الموت مرارة الأولين والأخرين الآخرين من الجن والإنس ضعافا مضاعفة ليكن مع الزبانية سلسلة من سلاسل لظى وإنزع روحه بسبعين الف كلابة من كلاليب لظى وناد مالكا ليفتح أبواب النيران فينزل ملك الموت بصورة لو نظر إليه أهل السماوات السبع والأرضين السبع لذابوا كلهم من هول رؤية ملك الموت فإذا انتهى إلى إبليس وزجره زجرة إذا هو صعق منها ونخر نخرة لو سمعه أهل المشرق والمغرب لصعقوا منها وملك الموت يقول قف يا خبيث لأذيقنك اليوم الموت بعدد ما أغويتهم كم من عمر ادركته وكم من قرناء لك بسواء الجحيم يقارنونك وهذا الوقت المعلوم الذي بينك وبين الله إلى أين تهرب؟ فيهرب الشيطان لا المشرق فإذا ملك الموت بين عينيه فيغوص في البحار فإذا هو بملك الموت فترميه البحار فلا تقبله فلا يزال يهرب في الأرض ولا محيص ولا ملجأ له ثم يقول في وسط الدنيا عند قبر أدم ويقول من أجلك يا أدم صرت ملعون فليتك لما تخلق فيقول لملك الموت بأي كأس تسقني يعني بأي عذاب تقبض روحي فيقول ملك الموت بكأس أهل لظى وأهل سقر والنار والجحيم أضعافا مضاعفة فيتمرغ إبليس في التراب مرة ويصيح ويهرب مرة من المشرق وإلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه لعن وقد نصبت له الزبانية الكلاليب وصارت الأرض كالجمرة وتحتويه الزبانية فيطعنونه بالكلاليب فيكون في النزع والعذاب لا ما شاء الله ويقال لأدم وحواء انظر اليوم على عدوكما وانظر ما نزل به كيف يذوق الموت فينظرني فإذا نظر إليه وهو فيه من شدة العذاب والموت قال ربنا قد أتممت علينا النعمة